شكلكم كتير، واليوم حضرت لكم فيديو كارديو كتير حلو. هذا الكارديو رح نتعلم فيه رقصتين. الرقصة الأولى هي الفي ستيب، والرقصة الثانية هي المامبو مع تحريك الرجل طرف يمين طرف يسار. لكن أنا رح أعلمكم الحركتين قبل ما نبلش بالكارديو، لحتى لما نعمل الأغنية مع بعض تكونوا متقنين الحركتين. يلا مع بعض. الفي ستيب بدي اياكي لما تيجي يمين تفتحي كأنك عم تفتحي على الرقم 7، اوكي؟ يمين يسار يمين يسار يمين يسار قدام يمين يسار ورا، اوكي؟ مع الايدين يمين يسار تحت تحت فوق فوق تحت تحت، ومرات راح نبدل، راح نشتغل بإجر اليسار اول، يعني يسار يمين يسار يمين، خلي الخصر على طرف يسار يمين. برافو عليكي. حركة المامبو الجانبية يمكن تلخبطكم شوي، لكن هي أسهل مما تتوقعوا. أول شيء أنا جيت برجلي اليسار أمام، رفست هاي الرجل خليها مرفوعة اليمين، يعني أنا رحت على اليسار جيت برجلي اليسار رفست للأمام يمين، جانب بنفس الرجل رجعت لورا وقدمت باليسار خطوة صغيرة، باليمين خطوة يسار أمام جانب، لفيت اليسار لورا قدمت خطوة صغيرة وجيت برجل اليسار يمين أمام يمين يسار جانب، لفيتها لورا قدمت باليسار خطوة صغيرة وباليمين لحتى ارفع طرف لفة لورا ارجع اجي. برافو. رح نتمش قفزة صغيرة. خدي نفس عطي فوق واستعدي في ستيب يمين. المامبو الجانبي تذكري straight like that. أمام طرف زاي أمام طرف لفي Take.
لأنك ما قدرتي تكملي الحركات صح 100% المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة راح تتقني الحركات. عيدي الفيديو 3-4 مرات راح تستمتعي فيه كتير ويرفع لك هرمون السعادة. هذا كل شيء لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديد. حبكم كتير، شوفكم بعدين، باي.